السلام عليكم ورحمة الله، يا رب تكونوا بخير. الأرجنتين من الشعب اللي بيعشق الكراز دقاي. أي نعم، العولمة ظهرت الإنترنت والسوشيال ميديا واليوتيوب والحاجات دي، ولكن شعب الأرجنتين بيحب القراية جدا، بيحب يقرأ. زي ما أنت شايف، مكان المكاتب ومعرض الكتاب موجود في كل مكان، كل مكان، جميع أنواع الكتب، كتب طبخ، كتب تاريخ، كتب في الحضارة، كتب في الموسيقى، كتب في كل حاجة. حتى كتب عن جيفارا، كتب عن سان مارتين، كتب عن ميسي، كتب في كل مكان. بتلاقي الكتب موجودة في كل أنحاء المكان. زي ما أنت شايف، الشعب بيحب يقرأ، كتب قديمة، كتب جديدة، زي ما أنت شايفه. ولكن كل الكتب باللغة الأسبانية، جميع أنواع الكتب، كتب عن الطبخ، كتب عن الموسيقى، كتب عن الطيران، بس الكتب باللغة الأسبانية. طبعا زي ما بقول لك، شعب بيحب يقرأ، شعب مثقف. المكاتب دي منتشرة في كل مكان، أصدقائي في كل مكان، كتب الديانة بتاعتهم برضو. أنا بوضح لك إن الشعب الأرجنتين بيحب القراية. تنزل بونس أيرس تلاقي المقاهي قاعد عليها المثقفين والناس اللي بيقروا. جميع انواع الكتب زي ما انت شايف قدامك اهوت. الاماكن دي منتشره بكثره، وبالذات الناس الكبار السن. يعني الشباب، لا الشباب ما عندوش خلق يقرا. الشباب عاوز التيك توك والتليجرام والفيسبوك واليوتيوب بسرعه، العصر السريع. ولكن اللي بيقرا الناس الكبار في السن. زي ما انت شايف اهو، واحد جاي يشوف، يشيك على الكتاب عشان يشتري كتاب اهوت. ماشي، هلا. ماشي. شعب بيحب القراية، شعب بيحب يقرأ. إنها الأرجنتين جنة الله على الأرض، إنها بلد ميسي وجيفارا. كاتب كتير أصدقائي، وأسعار الكتب مش غالية، يعني 250 بيسو، يعني دولار أصدقائي، دولار بتشتري كتاب. مش كله، في كتب غالية والله، في كتب بدولارين 450، في كتب 490. ماشي، الكتب بسعرها، في كتاب ب 900 اهو، اسعار الكتب اهو 450 900 650. المار عن البحر، يعني كتب بتتكلم عن البحر. ماشي، انواع كتير من الكتب اهو قدامك. ميسي اهو، كتاب ميسي، عاملين كتاب لميسي. كتب كتير وانواع كتير، مسعرها 550 490، كل حاجه مسعره. شعب بيحب القرايه، شعب بيحب القرايه. ولكن مين اللي بيقرا؟ الكبار في السن اصدقائي. الشباب الصغير لا، يعني الناس الكبار في السن هي اللي بتقرا، لكن الشباب الصغير ما حدش بيقرا خالص. زي ما انت شايف اهوت، كتاب رخيص ب 90، نص دولار، في ب 70 برضو. انواع كتير من الكتب. شعب بيحب القرايه، شعب مثقف. زي ما قلت لك، الفلاسفه والناس العباقره بيقعدوا على المقاهي في بونس ايرس يقروا. ناس بتحب القرايه، شعب بيحب القراءه. انها الارجنتين جنه الله على الارض، بلد ميسي ومارادونا وجيفارا. اصدقائي، عملت الفيديو دوت عن القراءه في الارجنتين، لان بص المعارض طويله جدا. شوف المعرض، يا الله، جميع انواع الكتب، جميع انواع الكتب موجوده. بس المشكله اللي بيقرا الناس الكبار في السن بس، الشباب الصغير لا. الناس الكبار في السن اللي بتيجي تدعبس وتدور على الكتب القديمه من ايام سان مارتين وجيفارا. كبار السن اللي بيقروا داخل دوله الارجنتين اصدقائي، جميع انواع الكتب، كتب سياسيه، كتب اقتصاديه، كتب عن الربح، كتب عن السياسة، كتب عن الاقتصاد، كتب عن الموسيقى، كتب عن الطبخ، جميع أنواع الكتب. وإيه المعارض، يعني عندهم معارض كبيرة جدا، جميع أنواع الكتب اللي تخطر على بالك. شايفين الديكور، حاجة جميلة صراحة.
شوف شاف شاف مكانها دي للكتب اصدقائي. مين بيقرا دلوقتي عندنا؟ محدش بيقرا. الانترنت واليوتيوب ده خلاص هو اللي مكتسح الساحه دلوقتي، والفيسبوك. مين بيقرا؟ محدش بيقرا. شايفين الكتب على الرف؟ يا الله على المنظر، شهادات متعلقه وكتب، كتب على الرف. مين اللي بيقرا الكتب؟ مفيش حد. سبحان الله، اللي انا شايفه هنا كبار السن بس هم اللي بايه بيجوا يدوروا على الكتب ويدعبسوا، لكن الشباب الصغير لا. كتب في التاريخ، كتب في الجغرافيا، كتب عن البحار، كتب عن السمك، عن الدجاج، عن اللحوم، عن الصيد، عن عن كل حاجة، عن قصص، عن روايات، قصص في الحب، قصص في كل حاجة. عجبني المكان بس للأسف خاوي، مفيش حد، محدش بيقرا. ما انا قلت لك، زي ما قلت لك، كبار السن بس، كبار السن هما اللي بيجوا يقروا بس. كتب في كل حاجه. طبعا الارجنتين بتتكلم اسباني، كل الكتب باللغه الاسبانيه، كل الكتب. حاجه صراحه عظيمه يعني، بس للاسف اللي بيقرا قليل جدا، عدد قليل زي ما قلت لك، اللي هما كبار السن بيجوا يفتشوا على الكتب. مساحات ضخمة، عجبني المكان والديكور، ديكور جميل جدا. شايفين دي صور الناس العظماء، الكتاب، الفلاسفة، زي ما انت شايف قدامك اهو، اهو دي صورهم. شايف حاجة يعني صراحة، يعني حاجة تفرح وحاجة تحزن. ليه؟ من الكتب على الرف، محدش بيقرا.